بطش حكام طهران بمعارضي الداخل والخارج نهج دأب عليه نظام الملالي منذ عقود، سلوك بات يستدعي ضرورة التصدي الدولي لهذه الجرائم. ملفات كشفت عنها المعارضة الإيرانية في لندن اليوم. المعارضة الإيرانية تحدثت عن موجة عمليات إرهابية يدبرها النظام الإيراني، وأكدت منظمة مجاهدي خلق أن النظام الإيراني دبر عمليات إرهابية في أوروبا وسعى لزرع قنبلة في تجمع للمعارضة في باريس. كما ذكرت المعارضة أن الولايات المتحدة اعتقلت جاسوسين تابعين لطهران على أراضيها، وكانت مهمتهما التجسس على الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة. ومعنا من لندن ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في لندن دولة نوروزي. أهلا بك سيدتي عبر سكاي نيوز عربية، يعني لديك تفاصيل إضافية عن كل هذه المعلومات التي بدأت يعني بها هذه المطاردة غير المسبوقة للنظام الإيراني لمعارضيه في الخارج كما في الداخل. نعم، بطبيعة الحال اليوم كشفنا تفاصيل عن توسع العمليات الإرهابية التي يقف وراءها النظام الإيراني، وذلك من خلال تسخير القنوات الدبلوماسية وكذلك تجنيد إرهابيين. وهؤلاء طلب منهم من قبل خامنئي وروحاني وكذلك رئيس المجلس الأمن القومي من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خصوصا في أوروبا ضد حركة مجاهدي خلق وكذلك المقاومة الإيرانية وكذلك أوروبيين وعددا من الشخصيات الذين كانوا حاضرين في تجمع 30 يونيو من هذا العام، وكان هناك العديد من ممثلي الدول من أستراليا وكندا وأمريكا ودول أخرى. إذا تحدثتم بداية عن استهداف طهران أو النظام اجتماعا لمجاهدي خلق في باريس، عن عمليات إرهابية، عن الكشف عن أذرع وربما شبكات تجسس في عدد كبير من الدول، المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تم القبض على هذه الشبكة، كل ذلك بهدف ضرب مجاهدي خلق، ضرب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخارج وفي مختلف العواصم، ما يعني بأنها شبكة منظمة للنظام وتعمل منذ زمن طويل. نعم، الادعاء العام في بلجيكا كشف معلومات تفيد بأن خلايا نائمة كانت تنشط في هذا المجال وهي مسخرة من قبل النظام الإيراني وكذلك تعمل وتنشط بدعم وتأييد من النظام الإيراني والملالي والسفارات الإيرانية في أوروبا وتزودها بالإمدادات والذخائر. في هذه المناسبة أسد الله أسدي، هذا الدبلوماسي الإيراني الذي كان في النمسا وفيينا كسكرتير ثالث، زود 3 كيلوغرامات من المتفجرات ومفجر لهذه العبوات تستهدف بلجيكي ذو أصول إيرانية، وكان قد تلقى هذه المتفجرات في لوكسمبورغ وكان يتعين عليه أن يأتي إلى فرنسا في باريس ليشارك في ذلك التجمع الكبير للمعارضة الإيرانية من أجل تفجيره. لذلك يمكن أن نقول إن هناك شبكة تجند أشخاصا مختلفين وكيانات مختلفة من إيران تنسق وتتعاون مع النظام الإيراني وتسخر القنوات الدبلوماسية كالسفارات من أجل تنفيذ هذه الهجمات. ولكن كيف يمكن لهذه العواصم الغربية أن تدعم اليوم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والمعارضة في الخارج تحديدا في هذا الملف؟ كنتم تقدمتم بدعاوى أمام الجنائية الدولية، تحدثتم أيضا أن لديكم معلومات من الداخل بشأن مواقع جديدة لهذا النظام النووي الإيراني الذي يواجهه العالم. اليوم هذا ملف جديد، الجواسيس الذين يسعون لعمليات ربما اغتيال أو ربما لاستهداف لقيادات في المعارضة، معارضة الخارج. ولی
واضح أن المواطنين الأوروبيين والاتحاد الأوروبي والكثير من الحكومات الأوروبية عليها أن تفهم بأن هناك مصالح استراتيجية وهناك أمن وسلامة سلامة الأوروبيين على المحك بسبب ما تفعله الجماعات التابعة للنظام الإيراني، وهناك استهداف أيضا للأوروبيين الذين لهم أصول إيرانية، لذلك عليهم أن يحموا حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الحركة، وهذه الحقوق لا يجب أن يتساهل في خرقها من قبل هؤلاء المجندين الإيرانيين باسم الإسلام أو باسم عقائد يتبعها ملا لإيران. هم فقط يدعمون الإرهاب وكذلك يتدخلون بسلوكاتهم الخبيثة في الشرق الأوسط. إذن هناك مصالح استراتيجية، مصالح اقتصادية واعتبارات على أوروبا أن تستحضرها. أوروبا للأسف الشديد لم تصل إلى هذا المستوى من الحزم ضد النظام الإيراني، وخصوصا فيما يخص فرض عقوبات قاسية على هذا النظام الإيراني الخارج عن القانون بسبب عملياته الإرهابية. أعضاء من البرلمان الذين حضروا في المؤتمر اليوم كانوا من مختلف الأحزاب، وكانوا قد قدموا مشروع قرار يدعمه الحزبان في البرلمان البريطاني في مجلس العموم وكذلك مجلس اللوردات. الكثيرون من الأعضاء البريطانيين دعموا هذا المشروع، ويتطلع أن يقوم المشرعون البريطانيون والأوروبيون بفعل شيء بناء لمواجهة هذا التوسع الإرهابي من النظام الإيراني، لأن هذا يخلق زعزعة للاستقرار في أوروبا، وأيضا من أجل أن يكون هناك سياسات تدافع عن الديمقراطية في أوروبا يجب فرض عقوبات، ويجب أن يكون هناك حزم، ويجب أيضا مطالبة السلطة الألمانية لطرد أسد الله أسدي إلى بلجيكا لمواجهة القضاء، يجب محاكمته في المحكمة، إلى جانب عملاء آخرين من النظام الإيراني من وزارة الاستخبارات، كلهم متورطون في التجسس وكذلك القتل الجماعي. آلاف الآلاف من الأشخاص، أكثر من 100,000 شاركوا في تجمع باريس 30 يونيو في باريس. لذلك الكثير من الدول الأوروبية والعواصم الأوروبية انتهكت من قبل أعمال النظام الإيراني، وعلى أوروبا أن تكون حازمة لمواجهة النظام الإيراني وكذلك الدفاع عن سيادتها وكذلك حرية التجمع لمواطنيها. طيب، مقابل عمليات الإعدام أو أحكام الإعدام للمعارضين داخل إيران، عمليات اغتيال حذرتم منها اليوم في السابق قيادات في المعارضة الإيرانية، معارضة الخارج، سعيد كريمان، زهراء رجبي، عبد الرؤوف رجي، وأسماء تتولى العشرات نجح هذا النظام في اغتيالهم خارج إيران. أي حماية تطلبون اليوم، وأي مسؤولية تتحملها الجهات الدولية، وتحديدا يعني نحن قبل على بعد أسابيع من هذا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا ترفعون للمجتمع الدولي من مطالب؟ أعتقد أنه من المهم للغاية على المجتمع الدولي أن يعرف أن مطالب الشعب الإيراني هي وقف انتهاك الحقوق في الديمقراطية وحرية التعبير والتجمهر، ونعلم أن الاحتجاجات والمظاهرات بدأت منذ 8 أشهر وهي انتشرت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، ولا بد أن النظام الإيراني يعرف أن دور حركة مجاهدي خلق كبيرة في الدعوة لهذه الاحتجاجات، والكثيرون اعتقلوا وعدد منهم قتلوا، وهناك من عذب في مراكز الاعتقال والسجون، وهناك أيضا من قتل من قبل الحرس الثوري الإيراني وكذلك من قبل السجانين في السجون. وهذه الممارسات توجد في إيران منذ
منذ عقود. هناك الكثير من المعتقلين السياسيين، معظمهم من مؤيدي حركة مجاهدي خلق، الكثيرون منهم أعدموا فقط في صيف هذا العام وقبل 3 أشهر، وكذلك معارضون سياسيون أعدموا فقط لكونهم يؤيدون حركة مجاهدي خلق، هذه الحركة التي لا تطالب سوى بفصل السلطات وعدم استغلال الدين في الحكم من أجل أن يكون هناك حرية محفوظة لكل مواطن وأن يكون هناك قضاء شفاف ونزيه في إيران. إذا نحن نواجه نظاما فاسدا خارجا عن القانون ومسؤولا ليس فقط عن استبداد وإنما تصدير الإرهاب والفساد داخل إيران الذي يواجه الشعب الإيراني وجعله يعيش هذه الأزمة. الإرهاب الذي يصدر من إيران يجب أن يتوقف، لأن هذا يحدث بسبب خوف النظام الإيراني من تهديد بقائه، ولذلك هو يشن هذه الهجمات ويحاول إضرار بالمعارضة الإيرانية من أجل إسكاتها ومن أجل التغطية على الأزمات التي يعيشها النظام الإيراني ومن أجل أن يحول دون قيام الشعب الإيراني من الانتفاض. لكن هذا لن يكون لديه أثر، هذا لديه مفعول عكسي، هم يعرفون ذلك، ولذلك نطالب المجتمع الدولي بأن يدين بقوة كل هذه العمليات من القتل الجماعي والجرائم ضد الحق الدولي والإنساني في الشعب الإيراني وضد المعارضة داخل إيران وخارج إيران في العراق وأمريكا وأوروبا. نطالب المجتمع الدولي أيضا أن يفرض عقوبات فورية، لأن الجميع يعرف أن الشعب الإيراني لديه الكثير من الثروات في الغاز والنفط، وهي غصبت من قبل النظام الإيراني وسرقت واستخدمت أموالها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق. لذلك آن الأوان لقادة العالم أن يفهموا أن الشعب الإيراني يطالب بأن يتم مساعدة الشعب الإيراني ومحاكمة النظام الإيراني، والحل الوحيد هو التخلص من هذا النظام، ليس هناك أي حل آخر، لأنه هو السبب الأساسي لكل المشاكل في إيران والشرق الأوسط والمجتمع الدولي. ولذلك نطالبهم بأن يكون هناك سياسة حازمة ضد النظام الإيراني وأن يتم مواجهة الملالي الإيرانيين، ونريد أن يفهم المجتمع الدولي أن ملايين الإيرانيين يريدون التغيير، ونريد محاكمة كل هؤلاء المسؤولين والمتورطين في الإجرام في الاستخبارات والذين يفعلون ذلك بمسميات دبلوماسية وبأقنعة في السفارات، وهم في الواقع يدعمون الشبكات الإرهابية في أوروبا أو أمريكا أو في الشرق الأوسط. لذلك آن الأوان لقادة العالم أن يساعدوا الشعب الإيراني وينقذوه، ويتم وقف كل هذه الأعمال من هذه المؤسسة الدبلوماسية الإيرانية لفعل أعمال خارجة عن القانون، وهي معروفة للعديدين باعتبار إيران رعية للإرهاب. ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في لندن دولة نوروزيش، كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية، شكرا جزيلا لك. Thank you very much for inviting me. أهلا بك سيدتي.